السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد علاء من قناة إيزي بايكر. معانا النهاردة سكوتر كيمكو إكس تاون سي تي. ده مش إكس تاون العادي، لا زي ما انتم شايفين منظر مختلف تماما، بس بنفس الموتور بتاع الإكس تاون العادي، بس ده زودوا عليه حرفين سي تي. سكوتر لسه نازل، جميل جدا جدا، شكله رائع وامكانياته حلوه جدا، هتعرفها دلوقتي كلها مع بعض. نبدا مواصفات السكوتر واحده واحده مع بعض. اول حاجه السكوتر ده 249 سي سي بقوه 21.5 حصان، نفس الموتور بتاع الاكس تاون العادي، والسكوتر برضو انجكشن. الارتفاع من الارض لفوق 120 سنتي، اما الطول من العجله للعجله 220 سنتي. وزن السكوتر 189 كيلو، طبعا ده يعتبر برضو تقيل مش خفيف خالص. سعة التانك 10.5 لتر، وده يخلي التفويلة دلوقتي لو لتر البنزين 7.5 جنيه، يبقى التفويلة كلها 80 جنيه. فرامل امامي وخلفي باكم بامكانية السي بي اس اللي هنتكلم عليها يعني كمان شوية مع بعض واحنا بنشرح ان شاء الله. الجنوط امامي وخلفي 13، والسكوتر واحد سلندر وتبريد مية، والسعر دلوقتي في السوق وقت تحميل الفيديو 55,000 جنيه. ده طبعا قابل انه ينزل او يعلى في اي وقت على حسب السوق وعلى حسب وقت ما انت هتشتري السكوتر ان شاء الله. بنصور الفيديو النهارده في معرض الفاروق في سباشا، وهو توكيل كيمكو في اسكندريه. احب اشكرهم جدا طبعا، ولو حابين تسالوهم على اي حاجه هيبقى رقم التليفون بتاعهم واللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن. نبدا بقى شرح السكوتر من قدام لورا. هتلاقي ده منظر السكوتر من قدام، شكله جميل جدا جدا. هتلاقوه شويه شبه الكيمكو اي كي 550، يعني شويه ممكن نقدر نقول انه شبهه شويه، بس طبعا مختلفين عن بعض. هنلاقي ان هنا الفانوس الامامي هتلاقيه مقسوم زي ما تقولوا اربع حتت، هتلاقي هنا اثنين وهنا اثنين. هنشوف طبعا الانوار وهي شغاله مع بعض ان شاء الله. هنلاقي هنا ال اي دي فوق، شكله جميل قوي لما بينور الحته دي كده كلها، بيبقى شكلها رائع بصراحه وهي منوره، وبالذات لما بالليل بقى يكون الدنيا ضلمه والسكوتر ماشي كده منور الاثنين ال اي دي اللي لونهم ابيض دول، هيبقى شكله رائع. السكرين هنلاقيها طويله جدا جدا، يعني ممكن ما نلاقيهاش طويله لفوق انها تحميك، بس طويله انها بادئه من تحت قوي. تلاقي هنا علامه كيمكو عليها، ودي هتلاقيها مميزه قوي. كيمكو مش على الفبر، مش على السكوتر نفسه، لا على السكرين، بشكل رائع. السكرين زي ما انتم شايفين طويله شفافه حلوه جدا، هتحميك يعني نسبيا من الهواء، هي مش واصله لفوق قوي بس هتبقى كويسه، تمنع جزء كبير من الهواء. متثبته طبعا باربع مسامير، تمام. السكوتر لونه اسود، في منه الوان كتير هنشوفها دلوقتي برده مع بعض. هنلاقي هنا الفبر ضخم، الرفرف اللي قدام عادي خالص ما فيهوش لعب كتير، هنلاقي بس شويه فبر كده على الجناب شكلهم لذيذ. هنلاقي بقى الفرامل اللي قدام اللي احنا قلنا ان هي سي بي اس، طبعا فرامل باكم. هي شكل جهاز الفرامل هنا كتير، هتلاقي ان هو تحس ان الفرامل قويه قوي قوي في السكوتر. السي بي اس بقى عندنا نقدر نقولها لكم دلوقتي، هي هتلاقي هنا طالع منها سلكين مش سلك واحد، عشان السكوتر لما تدوس فرامل قدام بيمسك قدام وورا، قدام 70% وورا 30%، فده بيخليك كويس جدا لما تيجي تدوس فرامل بتلاقي السكوتر وقف مره واحده. ليه؟ عشان هو بيخلي الفرامل على العجلتين مش عجله واحده، فدي بتساعد جدا جدا. هتلاقي طبعا هنا عاكس نور، الناحيه الثانيه نفس الكلام، عاكس نور ورا شويه تحسه مستخبي ورا المساعد. ده كده المنظر الكلي من قدام. نشوف السكوتر من ورا، ده منظر السكوتر من ورا. هتلاقي فانوس اللي ورا شكله جميل جدا 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 بقى، وبالذات لما النور يبقى منور شكله رائع، هنشوفه برده دلوقتي مع بعض ان شاء الله. هنلاقي هنا الاشارات تحسها ان هي لازقه في الفانوس نفسه، الفانوس اصلا شكله غريب قوي من ورا، اخد كده الطول ده كله، كل ده مع بعض تحس ان ملوش ملامح، تحس ان كله بينور مع بعض. ونفس الكلام الاشاره تبقى لازقه فيه ال اي دي. طبعا الاشارات شكلها حلو قوي بالفانوس، كل حاجه من ورا شكلها رائع في الانوار، بالذات لعب في الانوار سواء ورا او قدام شكل جميل قوي. هلاقي الديل هنا، الديل يعني بسيط ما فيهوش لعب كتير. هنلاقي هنا المكان متعلق عليه النمر، عاكس نور بسيط بالاحمر بالعرض، وهنا النور اللي بيضرب على النمر. غير كده من ورا مش هتشوف اي حاجه، غير طبعا مكان الركب اللي ورا بيمسك فيه، والجاكمان الضخم اللي هنتكلم عليه كمان شويه. شوف بقى العدادات والانوار بتوعنا. اول حاجه هنلاقيها هنا المفتاح، مفتاح يعني شكله غريب شويه، تلاقي طبعا علامة كيمكو عليه هنا. تلاقي هنا الشفرة بتاعت المفتاح اللي هنا، لما تيجي تدوس على الزرار الأصفر ده كده أنت عندك المكان ده اتقفل. اتقفل ليه؟ عشان محدش يحط مفتاح يلعب فيه أو يحاول يفتحه. عندك بقى بظهر المفتاح تعمل كده، اتفتح معاك على طول، تمام كده فتحت على طول. عندنا بقى المكان ده ملعبك شوية، بص المنظر هتلاقوا فيه حاجات كتير، حاجات غريبة، فأنا هشرحها لكم كده على السريع إن شاء الله تفهموها. نحط المفتاح عادي، تكه يمين او ضغطه يمين كل حاجه فتحت معانا عادي، ده العادي خالص.
هنرجعه تاني، تك على الاخر شمال، هنفتح الشنطه تك جوه لغايه الشمال انك تقفل الجدول. طبعا لما تجيبه على الشمال على الاخر كده قفلت الجدول. تمام، نرجع تاني كده احنا قافلين الكونتاك، هنضغط ضغطه يمين هنلاقي الكونتاك معانا اشتغل، كمان ضغطه هنلاقي قفل، ضغطه كمان تفتح تانك بنزين. يعني في هتلاقي في حته ضلمه ما بين تانك البنزين والكونتاك العادي، انك تفتحه عادي. تمام، تحس ان انت ايه ممكن يعني تقفل الكونتاك لو انت هتقف تجيب حاجه بتاع مش عايز تبقى مشغل الكهرباء او ايا كان، تقدر يعني تقفل الكونتاك والانوار عموما، لكن السكوتر يفضل شغال عادي. هتلاقي هنا تانك البنزين ما بين رجليك، بس الحلو هنا والمميز ان مفيش ما بين رجلك حاجه، هنا المكان حر تماما، هنا مستوي مستويه الحته دي، فانا شايف ان هي مميزه قوي بدل السكوترات اللي بيبقى فيها عتبه من النص وهي ضخمه والكلام ده. تمام، وطبعا هنا في مكان كده تعلق فيه اي حاجه، شكله حلو قوي، بيخش لجوه بشكل لذيذ. نرجع تاني نشوف الكونتاك بتاعنا او العداد بتاعنا، شكله جميل جدا جدا، شايفينه من بعيد تحسه كده عداد عربيه وبشكل رائع بصراحه. عندك هنا دايرتين بالعقارب وشاشه ديجيتال في النص، شكلهم واضح جدا. عندنا الدايره اليمين دي الار بي ام، طبعا في هنا لمبه بنزين بتنور والزيت والموتور الكلام ده، الانوار هنا موجوده منوره زي ما شايفينها، واللي على الشمال هنا السرعه. تمام، ده كده عندنا العددين اللي بالعقارب، طبعا اللي بره ده الكيلومتر في الساعه، واللي جوه الارقام الصغيره دي بالميل. في النص بقى هنا هتلاقي العداد الديجيتال عندك متقسم، اول حاجه هنلاقيها فوق خالص هنا درجه الحراره بتاعت السكوتر فوق خالص ده، بعد كده عندنا هنا فولت البطاريه، البطاريه فاضل فيها قد ايه، بعد كده عندنا هنا زيرو كيلومتر السكوتر ماشي قد ايه، تحت هنا الساعه 12 تلت، تحت خالص البنزين، تحت خالص اخر سطر خالص اللي بينور ويطفي هنا على الشمال. ده كده العداد، العداد كبير واضح وانا شايف ان شكله شيك جدا زي ما قلت لكم، عامل زي عداد العربيه، وطبعا في ثلاث زراير تحت هنا عشان تظبط منهم اي حاجه انت عايزها. طيب نشوف بقى مع بعض الانوار وهي شغاله. زي ما قلت لكم ال LED بتاع السكوتر من قدام شكله جميل جدا جدا جدا، والاشاره هتلاقوها طبعا داخله جوه بودي السكوتر، شكل جميل قوي. ورا نفس الكلام، زي ما قلت لكم المنظر جميل قوي قوي من ورا بالذات، انا شايفه حلو جدا، شايفين النور الاحمر كله منور مع بعض، والاشاره الاشاره شايف ان النور بتاعها قوي وواضح، بس الانوار عجباني جدا في السكوتر ده. نقفل الاشاره، شوف بقى عموما الكتل والزراير، الكتله دي عاديه خالص الاون والاوف عشان تدور السكوتر، طبعا دي بتبقى موجوده في الموتوسيكلات وبعض السكوترات موجوده هنا. هنلاقي هنا الانوار بتاعتنا كده مقفوله كده، انوار خفيفه العداد والانوار ال LED اللي احنا لسه شايفينها، واخر نور ده اللي بيفرش على الارض هتلاقيه هنا. تمام، الانوار اللي بعد الجناب دي نورت، شكله رائع بصراحه في الانوار، انا عاجبني جدا الانوار بتاعته. من بعيد كمان الناس هتستغرب بما انه لسه نازل السوق، محدش هيبقى عارف الانوار دي بتاعت ايه، مفيش حاجه شبهه خالص سواء في الفوانيس اللي قدام او اللي ورا. هنقفل الانوار بتاعتنا، هنلاقي هنا انتظار، انتظار طبعا بينور هنا عندنا في العداد يمين وشمال، والانوار اللي انا لسه موريها لكم من شويه الاشارات. تمام، هتقفلها من ورا عادي الزرار الاصفر ده، وهنا المرش هنلاقي من على اليمين هنا النور الواطي والنور العالي والاشارات بتاعتنا، تحت هنا كلاكس بس كده، مفيش اي حاجه زياده. هنلاقي علامه كيمكو جميله جدا جدا في النص باللون الفضي، ده منظر السكوتر وانت راكب. عندنا مرايات رياضيه، رياضيه نوعا ما يعني، تلاقي هنا فيها فتحات، المنظر اللي ورا ده شكلها جميل طبعا واضحه، فيها يعني حواف كتير مش مدوره ولا حاجه، لا ليها كذا حاف. هنلاقي هنا درج على الشمال بس، اليمين ما فيهوش ادراج، الشمال ده بيتفتح انت بتحط صبعك كده وتضغط لتحت بيتفتح معاك، يعني هو مش كبير قوي عادي، يعني ممكن يكفي موبايل بالعافيه، بعد كده تنزل برده صبعك تاني عشان تعرف تقفله. تلاقي المكان هنا تقدر تفرد عليه رجلك باريحيه كبيره عشان لو على مسافه كبيره ولا حاجه، وكمان اصلا السكوتر ضخم قوي من السكوترات الضخمه ال 250 سي سي. عندك الارضيه هنا متقسمه بص تقسيمات كتير، نفس الكلام الناحيه الثانيه، شكل جميل قوي. وهنا انا شايف ان الارضيه برده متقسمه تقسيمه جميله، الحته اللي هتفرد عليها رجلك نفس الكلام،
تلاقي مكان هنا تحط الركب اللي ورا عليه رجلك، وتضغط ضغطه على الزرار ده فتح معاك تمام، وتدخلها كده عادي داخله جوه البودي تقريبا 100%، يعني مفيش حاجه طالعه منها لبره، فشكلها رائع بصراحه. تلاقي هنا زي هوايه داخل جوه كده، يعني السكوتر الرياضي رياضي جدا كمان. حتى هتلاقي هنا في فتحات برضو، يعني في فتحه هنا مورياني الارضيه من تحت زي ما انتم شايفين. طيب نشوف الكرسي، كرسي طري، انا قعدت عليه لقيته طري مش ناشف خالص، جميل. عندك مسند صغير للراكب بس اللي هيسوق، لكن الراكب اللي ورا ملوش اي حاجه يسند عليها. هنا مسند صغير، حاجه بسيطه يعني مش كبيره، بس الكرسي عموما طري بشكل مريح. طيب نفتح الشنطه بقى، هو الكرسي زي اي سكوتر ضغطه للاخر، نشوف ان هي اتفتحت معانا. هنا في عندنا ضغط الهواء ده بيبقى فاتح الشنطه، الشنطه يعني تحسها كبيره بس مش غويطه، مش غويطه خالص. تلاقي هنا لمبه بتضرب عليها تنور لك عشان لو انت في حته ضلمه، بس تاني بكرر ان هي مش غويطه، ما اعتقدش انها هتاخد خوذه. يعني عندنا ده الارتفاع بتاعها، ايدي كلها جايبها من اولها لاخرها، فانا اعتقد ان صعب خوذه. ممكن لو دخلت خوذه تبقى خوذه هاف، ده لو دخلت. هلاقي حتى حته هنا صغيره دي بقى يتحط فيها موبايلات، حاجات مسطحه، حاجات بسيطه كده مش هتكفي. ممكن هنا هتلاقي ان الكرسي غويط لفوق عشان يساعد لو خوذه دخلت، فانا مش عارف بصراحه، بس انا بالتقريب كده انا مش حاسس ان في خوذه ممكن تخش. بس عموما هي مساحتها كبيره، حط بقى ورق شنطه الكلام ده كله هتبقى كويسه معاك. طبعا الشاسيه بص مكتوب فين، اتقفل معاك بسهوله جدا زي ما قلنا. المكان ده اللي راكب اللي ورا بيمسك فيه ايده من هنا، شكله جميل. بص طالع لبره ازاي، مدي برضو على فكره منظر لورا من ورا السكوتر، شكل لذيذ. نلاقي الجاكمان بتاعنا هنا ضخم جدا، كبير مش صغير خالص، طويل قوي. هتلاقي عليه كفر تقريبا بيحميه 100%، ودي حاجه كويسه عشان الكفر ما يحصلوش او الجاكمان ما يحصلوش حاجه. عندنا الكفر ده متقسم لونين، لون الجري ده ولون الاسود. هتلاقي الفتحه بتاعته اهي فيها شويه لعب، الفتحه نفسها في يعني لعب شويه برده في الزكمان، في كام فتحه كده. هتلاقي برده في كفر صغير خالص على الماسوره نفسها. هنلاقي هنا من الناحيه الثانيه مكتوب هنا اكس تاون، نفس الكلام. هنلاقي هنا السناده بتاعتنا، وهنا حمالة النص. هنلاقي هنا الالوان الثانيه للسكوتر، انا شايف ان الاحمر ده شكله رائع، احمر مات، انا عاجبني جدا جدا اللون ده. انا اول ما دخلت يعني انبهرت بيه بصراحه. هنلاقي اللون الثاني هنا لون جراي، هو مدي على ابيض شويه، هو جراي فاتح قوي بس هو لونه جراي، بس الاحمر شكل جميل جدا. وعلى الحقيقه كمان هتحسوا ان هو شكل غريب بيلمع كده مع انه مات، شكله حلو قوي. فمكتوب هنا سي تي 250. لو حد عنده اي اسئله يكتبها في الكومنتات، برد على الكومنتات كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.